بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقفنا عند القاعدة 42، وهي قوله، القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. وقوله استثناء المنافع، الاستثناء هو إخراج بعض أفراد اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها، كغير وحاشا وعدا وسوى وغيرها من أدوات الاستثناء، فهو إخراج بعض أفراد اللفظ العام بإلا أو إحدى أخواتها. والمنافع جمع منفعة، وهي الفائدة التي تحصل باستعمال العين. المنفعة هي الفائدة التي تحصل باستعمال العين. فمن استأجر بيتا فإن سكناه له منفعة، لأنها فائدة تحصل باستعمال العين. ومن اشترى أرضا فإن ملكه لها فائدة ومنفعة له، وإن كان يملك الرقبة، يملك الرقبة، إلا أن تصرفه فيها يعتبر فائدة تحصل باستعمال العين. ومن وهب شيئا فإن الفائدة التي تحصل له بالهبة منفعة له. ومن أعير كتابا أو قلما أو غير ذلك فإن الفائدة التي تحصل له باستعمال العين تسمى منفعة. فالمنفعة هي الفائدة التي تحصل باستعمال العين. والمعاوضات هي العقود التي يترتب عليها عوض، كالبيع والإجارة ونحو ذلك، ويقابلها التبرعات. والتبرعات هي العقود التي تكون من غير عوض، فعقود التبرعات هي التي تكون من غير عوض، وذلك كالوصية والوقف والهبة والقرض
ونحو ذلك من العقود التي لا يقابلها عوض. ولهذا يعرف العلماء التبرع بأنه بذل مكلف مالا أو منفعة لغيره من غير عوض، بذل مكلف مالا أو منفعة لغيره من غير عوض، فهذا هو معنى التبرع. واستثناء المنافع في عقود المعاوضات وعقود التبرعات ما حكمه؟ والجواب على ذلك أن استثناء المنافع له حالان: الحال الأولى أن يكون في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والشركة ونحوها من عقود المعاوضات، والحال الثانية أن يكون في عقود التبرعات كالهبة والوصية والوقف وغيرها من عقود التبرعات. فإن كان استثناء المنافع في عقود المعاوضات فلا بد أن تكون المنفعة المستثناة معلومة، أما إن كانت مجهولة فإن الاستثناء لا يصح، فالمعاوضات لا بد أن يكون استثناء المنفعة فيها معلوما، أما إن كان مجهولا فإن الاستثناء لا يصح. ومثال الاستثناء لشيء معلوم أن يقول البائع للمشتري: بعتك غنمي إلا هذه الشاة وهذه الشاة مثلا، فهذا الاستثناء صحيح لأنه استثناء لشيء معلوم. أو قال: بعتك دوري إلا الدار التي في مكان كذا، ويحدد المكان، فإن هذا الاستثناء صحيح لأنه استثناء لشيء معلوم. أما إن كان الاستثناء لشيء مجهول كما لو قال: بعتك غنمي إلا شاة، فإن الاستثناء هنا باطل، الاستثناء هنا لا يصح لأن الشاة هنا ليست معلومة. والعلماء يقولون: استثناء المجهول يصير المعلوم مجهولا، استثناء الشيء المجهول يصير المعلومة أي الشيء المعلوم مجهولا، فيكون الاستثناء هنا باطلا. أو قال: بعتك جميع ما أملك من الدور أو من الأراضي أو من السيارات إلا سيارتين أو دارين أو أرضين من غير أن يحددها، فالاستثناء هنا باطل، وذلك لأنه استثناء لشيء مجهول في عقد من عقود المعاوضات. والقاعدة أن الاستثناء في عقود المعاوضات لا بد أن يكون معلوما. وإذا بطل الاستثناء في عقود المعاوضات هل يبطل العقد أو أن العقد يكون صحيحا؟
والجواب على ذلك أن العقد يبطل لما تقدم من القاعدة السابقة، وهي أن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وإذا كان مجهولا فإن العقد لا يصح، لأن المبيع لا بد أن يكون معلوما. ويدل على هذه الحال وهي أنه يشترط في عقود المعاوضات إذا وقع فيها استثناء أن يكون الاستثناء لشيء معلوم، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط أن يحمل عليه من مكان العقد إلى المدينة، وهذا الاستثناء استثناء لشيء معلوم، لأن المسافة التي في المكان الذي حصل فيه التعاقد إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، والحملان أي حمل الأشياء عليه أمر معلوم، فالاستثناء هنا صحيح. ويدل على هذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا أن اشتراط الشيء أن استثناء الشيء المعلوم استثناء صحيح. ويدل على هذا أيضا ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، والمراد بالثنيا الاستثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن الثنيا، يعني نهى عن الاستثناء، والنهي يدل على التحريم، إلا أن تعلم يعني إلا أن يعلم الاستثناء، فهذا يدل على أن الاستثناء إذا علم يكون صحيحا، لأن القاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات، فهذا يدل على أن الاستثناء إذا كان معلوما فإنه يكون صحيحا، أما إذا كان غير معلوم فإنه يكون باطلا، وهذا في باب المعاوضات. وعرفنا أنه إذا بطل الاستثناء فإنه ينسحب على العقد للمأخذ الذي ذكرناه، وهو أن استثناء المجهول يجعل العقد كله مجهولا. الحال الثانية أن يكون الاستثناء في عقود التبرعات، وحينئذ يصح الاستثناء مطلقا، يعني سواء كان الاستثناء لشيء معلوم أم كان لشيء مجهول، بخلاف عقود المعاوضات فلا بد أن يكون الاستثناء لشيء معلوم، لا بد أن يكون معلوما. أما التبرعات فيجوز فيها الاستثناء مطلقا، سواء أكان معلوما أم كان مجهولا. ويدل على هذا ما جاء عند أبي داود وغيره أن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت عبدا لها كان يسمى سفينة، لأنه كان يحمل الأثقال والأشياء الكثيرة فسموه سفينة، فأعتقت سفينة ورضي الله عنه واشترطت أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته، يعني مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة سفينة رضي الله عنه. ومدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة سفينة رضي الله عنه ليست معلومة، فقد يعيش بعدها سنين طويلة، وقد يكون لا يعيش إلا زمنا يسيرا، فهذه المدة ليست معلومة.
وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة على ذلك، فأخذ العلماء أنه يجوز لاستثناء المجهول في عقود التبرعات. وإن قال قائل هذا وارد في العتق، فالجواب على ذلك أنه يقاس عليه ما في معناه من عقود التبرعات، فتأخذ سائر عقود التبرعات حكم العتق. فإن قال قائل لماذا فرق بين عقود المعاوضات فاشترط في الاستثناء أن يكون معلوما، وعقود التبرعات فلم يشترط في الاستثناء أن يكون معلوما بل يصح فيها استثناء المجهول؟ فالجواب على ذلك هو أن المتبرع له لا يتضرر بجهالة المستثنى، لا يحصل له ضرر، بخلاف المعاوضات فإن الجهل بالاستثناء أو الجهل بالمستثنى يترتب عليه ضرر، والضرر مرفوع في الشريعة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإيضاح هذا أنه لو قال لشخص لآخر وهبتك لمكتبتي إلا دولابا منها إلا قمطرا منها، ولم يحدد لهذا الدولاب، فإن هذه الهبة صحيحة، لأن المتبرع له لا يتضرر بعدم معرفة الدولاب الذي فيه الكتب. وكذلك لو قال وهبتك لغنمي إلا شاة منها ولم يعين هذه الشاة، فإن المتبرع له لا يتضرر بعدم معرفة الشاة، فسواء أخذ هذه الشاة أو أخذ هذه الشاة فهو كاسب في الحالين، بخلاف عقود المعاوضات فإنها لما كان فيها عوض قد يحصل الضرر لأحد المتعاقدين، فإذا قال بعتك مكتبتي إلا دولابا ولم يحدد ذلك ودفع له مالا، فإنه قد يحصل الخصومة بين البائع والمشتري في تحديد هذا الدولاب وتعيينه، وهذا فيه مضرة على أحدهما. وكذلك لو قال له بعتك غنمي إلا شاة ولم تحدد فإنه قد يحصل ضرر على البائع أو على المشتري، فقد يقول المشتري أريد هذه الشاة بعينها، وقد يقول البائع عندما استثنيت شاة أردت هذه الشاة، فيحصل ضرر إما للبائع وإما للمشتري بعدم حصول مقصوده، بخلاف التبرعات. ولهذا العلماء يقولون باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، ولهذا يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله الاستثناء المنافع المعلومة، المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات،
فقيد المنافع بكونها معلومة في باب المعاوضات. قال: ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. فالتبرعات يجوز أن تكون المنفعة معلومة، ويجوز أيضا أن تكون المنفعة مجهولة، وقد عرفنا وجه الفرق بينهما ودليل كل واحدة من هاتين الحالين. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، يعني قبل قوله في الرد. وقوله لحظ نفسه يعني لمصلحة نفسه، وذلك مثل الأجير، مثل المستأجر إذا قبض العين المؤجرة فقد قبضها لمصلحة نفسه، ومثل المرتهن إذا قبض الرهن فإنه قد قبضها لمصلحة نفسه، قد قبض الرهن لمصلحة نفسه. ومثل المقترض إذا قبض القرض فقد قبضه لمصلحة نفسه، وهكذا. فقوله لحظ نفسه يعني لمصلحة نفسه، وقوله لحظ مالكه يعني لمصلحة مالكه، وذلك مثل المودع، فإن من وضعت عنده وديعة، من وضع عنده إنسان وديعة فقبضها، فإن قبضه لها ليس لمصلحة نفسه وإنما لمصلحة المودع. وكذلك ناظر الوقف، فإنه إذا قبض الوقف لم يقبضه لحظ نفسه وإنما قبضه لحظ غيره، وهم الموقوف عليهم. ومثل الوصي إذا قبض مال الموصى له فقد قبضه لحظ غيره، ومثل من قبض مال اليتيم، مثل الولي إذا قبض مال اليتيم فقد قبضه لحظ غيره. وبهذا نعلم أن القبض في القاعدة نوعان: النوع الأول قبض لحظ النفس، والنوع الثاني قبض لحظ الغير. وعلى هذا ينبني على هذا، لو أن شخصا قبض مالا لغيره ثم طلب منه أن يعيد المال فادعى أنه رده، لو أن شخصا قبض مالا لغيره ثم طلب بإعادته فادعى أنه أعاده ورده، فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ هذا هو موضوع هذه القاعدة. والجواب على ذلك أن قبضه لهذا المال لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون قد قبض المال لحظ نفسه وادعى رد المال، فلا يقبل قوله إلا إذا كان عنده بينة، وذلك لأن الأصل عدم الرد.
لأنه مقر بقبض المال، فيثبت المال في ذمته ويستصحب هذا الأصل، يستصحب هذا الأصل ما لم يقم بينة على رده للمال. أما إن كان قد قبض المال لحظ غيره، وهذه هي الحال الثانية، وادعى الرد، فإن قوله يقبل لأنه أمين، والقاعدة أن من كان أمينا فالقول قوله، فمن قبض مالا لحظ غيره كما في الأمثلة المتقدمة وادعى الرد وليس عنده بينة، لأنه إن كان عنده بينة عمل بها، لكن إذا لم يكن عنده بينة وادعى الرد فإن قوله يقبل لأنه أمين. والقاعدة أن من كان أمينا فالقول قوله، وهل تلزمه اليمين أو لا؟ والجواب أنه تلزمه اليمين، لأن القاعدة أن من كان القول قوله لزمته اليمين. والعلماء أحيانا يقولون فالقول قوله، ويريدون بذلك لأن قوله يقبل مع اليمين، وقد لا يصرحون بذكر اليمين وهي مرادة، لأنهم مصطلحون على أن من كان القول قوله لزمته، مصطلحون على أنهم إذا قالوا القول قوله فمعنى ذلك أنه تلزمه اليمين، وذلك تأكيدا لقوله. فإن قال قائل لماذا فرق بين هاتين الحالين، فالجواب على ذلك أنه فرق بينهما لأن من قبض المال لحظ غيره محسن، ومن كان محسنا فإنه لا يطالب بالضمان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، والسبيل هنا نكرة جاءت في سياق النفي وتقدمتها من المقوية للعموم، ولو قيل بأنه عليه الضمان لكان عليه سبيل، والله سبحانه وتعالى يقول والله سبحانه وتعالى قد نفى السبيل عنه. وهناك شرط آخر ذكره العلماء لكون من قبض مالا لحظ غيره وادع الرد فإن قوله يقبل ولا يلزمه الضمان، وهذا الشرط هو أن يدعي رده إلى من ائتمنه، أن يدعي رده إلى من ائتمنه. أما إذا ادعى رده إلى غير من ائتمنه فإن قوله لا يقبل. فتحصل لدينا أن من قبض مالا لحظ غيره فإن قوله يقبل بشرط، وهو أن يدعي رد المال إلى من ائتمنه على ذلك. وهناك شرط أيضا آخر ذكره العلماء، وهو أن يكون القبض بغير عوض، وهذا مأخوذ من كونه قبضه لحظ غيره لا لحظ نفسه، هذا يؤخذ من الحال لنفسها. قال المصنف رحمه الله
لمن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. وقد عرفنا وجه الفرق بين الحالين. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له. ومعنى هذه القاعدة أن من أدى جميع ما عليه من العمل وجب له جميع ما جعل له من العوض. من أدى جميع ما عليه من العمل فإنه يجب له جميع ما جعل له من العوض. وعلى هذا فالصور عندنا ثلاث. الصورة الأولى أن يؤدي الإنسان جميع ما عليه من العمل، والصورة الثانية ألا يؤدي جميع ما عليه من العمل، ألا يؤدي من العمل شيئا. الصورة الثالثة أن يؤدي بعض العمل دون بعض، فهو لم يؤدي جميع ما عليه من العمل وإنما أدى لبعضه. فإذا الصورة الأولى أن يؤدي كل ما عليه من العمل، والصورة الثانية ألا يؤدي من العمل شيئا، والصورة الثالثة أن يؤدي بعض ما عليه من العمل ولا يؤدي بعضه الآخر. فمن أدى جميع ما عليه من العمل فإنه يجب أن يدفع له جميع العوض. ومثال ذلك لو أن إنسانا استأجر عاملا لبناء حائط مثلا فبناه، فإنه يجب أن يدفع له العوض الذي اتفق عليه. فلو اتفق على أن يبني الحائط مثلا بألف فبنى الحائط كله، فإنه يجب على المستأجر أن يدفع الألف جميعا. الحال الثانية ألا يؤدي الإنسان من العمل الذي عليه شيئا، كما لو اتفق شخصان على أن يبني أحدهما جدارا بألف ريال فلم يبني شيئا، فإنه ليس له حق ولا يدفع له شيء من العوض. والصورة الأولى مأخوذة من منطوق القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله إذا أدى ما عليه، يعني جميع ما عليه، لأن ما هنا للعموم اسم موصول يفيد العموم، أي أدى جميع ما عليه وجب له ما جعل له، يعني وجب له جميع ما جعل له، لأن ما هنا لفظ عام فيشمل كل ما جعل عوضا له. والصورة الثانية مأخوذة من مفهوم القاعدة، فإنه إذا كان من أدى ما عليه يجعل له ما وجب، يجعل له ما جعل له، فإن من لم يؤدي شيئا، فإن مفهوم ذلك أن من لم يؤدي شيئا فإنه لا يجعل له شيء. الصورة الثالثة أن يؤدي بعض العمل دون بعض، وهذه مأخوذة من مفهوم القاعدة أيضا، لأنه قال إذا أدى ما عليه، يعني جميع ما عليه،
ففهمنا من ذلك صورة ثالثة، وهي إذا أدى بعض ما عليه دون بعض. وهذه الصورة الثالثة يأخذ المتعاقد معه بعض ما جعل عليه، بعض ما جعل له، فإذا أدى بعض ما عليه فإنه يجب أن يعطى لبعض ما جعل له، كما لو اتفق على بناء حائط في المثال السابق بألف فبنى نصفه فإنه يعطى لنصف الألف وهو 500 ريال. هذا إذا ترك العمل لعذر، إذا ترك العمل لعذر، إذا لم يتم مقتضى العقد لعذر كمرض ونحو ذلك. أما إذا تركه لغير عذر فإنه لا يستحق شيئا، إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق شيئا، لأن هذا فيه مضرة على أصحاب، لأن فيه مضرة على المتعاقدين. ويدل على ما تقدم ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف يمينا بي ثم غدر، فإن الله سبحانه وتعالى يكون خصمه يوم القيامة، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. وهذا هو الشاهد من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني استوفى العمل ولم يعطه حقه. فلما توعد الله سبحانه وتعالى من استوفى العمل ولم يعطي الحق، دل ذلك على أن إعطاء الحق واجب، وأن من أدى ما عليه وجب أن يدفع له ما جعل له. فقوله من استأجر أجيرا فاستوفى منه، نأخذ من منطوقه أنه إذا استوفى كل العمل، أن الأجير إذا استوفى كل العمل فإنه يستحق كل الأجر. ويؤخذ من مفهومه أنه إذا لم يستوفى منه فإنه لا يجب أن يعطى لما حصل الاتفاق عليه من الأجرة، لأنه قال فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وهو هنا لم يستوفي منه، فلا يترتب على ذلك الوعيد الذي جاء في هذا الحديث. ويدل على هذا أيضا ما جاء في البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه لما قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك وقال: صدق سلمان. فقوله أعطي هذا الأمر، وقوله حقه هذا يشمل جميع حقه، فيؤخذ منه أن من كان له حق كامل يجب، أن من كان له حق فإنه يجب أن يعطى حقه كاملا.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. وهذه القاعدة إن شاء الله سوف نتكلم عليها في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.